طبعا وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وزي ما قلت لحضرتك ان شاء الله اكون معاك بعد المباراه، وطبعا ابارك لك مليون مبروك يا كابتن ايمن. تاريخ النادي الاهلي كبير، روح الفانيلا الحمراء طبعا هي سبب الفوز النهارده، وزي ما اتقال النادي الاهلي يتخاف منه ما يتخافش عليها يا كابتن ايمن. وزي ما حضرتك شايف طبعا فرحه كبيره طبعا ورايا جماهير واعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويمكن كان معي يعني واحده من اعضاء النادي الاهلي وقالت لي يا كابتن ايمن ان شاء الله النادي الاهلي يكسب بنتيجه 3-0، بس طبعا بعيدا يعني عن الهدف اللي دخل في النادي الاهلي. برحب بيكي في البدايه طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي، قلتي لي قبل المباراه النادي الاهلي هيكسب النهارده 3-0. والله كنت متوقعه وكنت حاسه، قلت لي توقعي مين؟ قلت لك الاهلي هيجيب 3-0. هو الجون الاخراني ده يعني جه غلطه كده بس مش مهم، انما انا كنت متوقعه وكنت متفائله خير والله، وحاسه رجاله الاهلي وقت المباريات الصعبه بقدها وقدود والله. الحمد لله على الفوز النهارده وعبار المره الجايه كمان عشان نوصل النهائي باذن الله. طول عمره هيفضل نادي كبير ونادي عظيم، وانا مش عايز اقول لك فرحتي قد ايه النهارده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فريق كبير فريق عظيم قد له عمر وبرضه قليل، فريق كبير فريق عظيم قد له عمر وبرضه قليل. هو طبعا الف الف مبروك لعيبه النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. للاسف ناس كتير كانت بتشكك من الجانب السعودي بيقول ان احنا هنعرف نكسب الاهلي بسهوله، بس الاهلي اهو بيكسب 3-1 هيفي سكور في قلب المملكه في جده، والحمد لله النادي الاهلي طول عمره من جيناته ان ما حدش يقدر يستفزه. الاهلي دايما بيبقى لعيبته بتبقى قد التحدي ومحبب ان هو يكسب، كسب، والف مبروك للنادي الاهلي. الف مبروك. كولر اثبت ان هو مدرب من طراز خاص فعلا يا جماعه، والفتره اللي فاتت دي كانت فتره طارئه علينا، والحمد لله على المكسب. والاهلي في الاوقات الصعبه بيبان، هو ده فريق الاهلي اللي احنا نعرفه. عندنا امل كبير نوصل لابعد نقطه ان شاء الله في البطوله دي، وواثقين في كل الرجاله بتاعتنا، والف الف مبروك. انت شايف يا كابتن ايمن فرحه كبيره هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل.